شو اجيب لك معي؟ شيبس وشوكولاته وسياره. شيبس وشوكولاته وسياره. حاضر، تؤمر 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 يا ريت. اريد. نعم هيني جاي. تفضل. ثاني مرة تفقد جاكيتات البدلات قبل ما تعلقيهم، مش الاقي عليهم شوكولاتة ومش عارف شو. بتفقدهم قبل ما اعلقهم. انا رح اتأخر شوي، بسكر الباب وبتجيب المفتاح منه، بصير فيه مثل هذيك المرة اقعد ادقدق للصبح. ما شاء الله عليك، نومك مو ثقيل. خلص غلطة ما بتتكرر. ماشي، بدك شيء؟ سلامتك، بس حاول روح بدري عشان تقدر تصحى الصبح على الدوام. ماشي ماشي. وانت ما تغلب ما بقى. باي باي. الو. ايوه يا دلال، وين صرتي؟ انا مش حكيت لك 100 مره ما تتصلي فيي؟ انا بتصل فيكي. لا لا لا، الطاوله محجوزه. سلام. جرت أليس وهي لا تزال تفكر في هذا الحلم الرائع العجيب. وهلأ يا ماما صار موعد نومك. ماما خليني شوية قبل ما تخلص القصة. لا يا ماما، موعد نومك إجا. يلا حبيبي، أنا بكرة الصبح بكمل لك إياها. يلا سبقني على الغرفة. ألو. أهلين روان، كيفك قرير؟ الحمد لله. شو قاعدين بالبيت جايين نسهر عندكم؟ بتشرفوا، بس بسام هلأ طلع. هو بيطول ولا بيروح بكير؟ راح يسهر عند أصحابه. يلا بعين الله يا قريش. ما هيني ساكتة، والله وحده العالم بحالي. بدك تطولي بالك وتصبري على جوزك. شو بدي أساوي؟ ساكتة وصابرة. الله يفرجها يا قريش، تصبح على خير. ماشي حبيبتي، وانتي من أهل الخير. مع السلامة. جوزها مش بالبيت. ما قلت لك انه بسام صعب نلاقيه بالبيت؟ الله يسامحك، كان اتصلت التليفون قبل ما تلبسي، صار لك ساعة بتزني على راسي بدي اشوف اختي ومش لاقيت لها. يعني واخرتها معه صاحبك هذا؟ ولامتى صاحبك بده يضل هيك طول الليل سهر برا سهر برا وتارك قريش لحالها وكأنها جارية عنده؟ يعني هو الرجل كمان مش من حقه يطلع عند صاحبه ويرفه عن نفسه؟ طبعا، ما هو صاحبك ونسيبك وبدك تدافع عنه. يعني هلا بسام صار مش كويس؟ روان، انت ناسي انه هو اللي السبب كان في معرفتنا انا وياكي؟ ولا كان معرفنا بعض ولا تزوجنا؟ يا خوفي يا خوفي تكون مثله. ولا هاي ثقتك فيه يا روان؟ على الاقل انا ملتزم، وبعدين انت بتعرفي كويس في فرق بينه وبينه. بس ما بتختلف عنه بوجهة نظره للستات، بتعتبروها مجرد متعة وبس، وما إلها حق بأي إشي بس لخدمتكم. أيوة أيوة، هلا طلعي لي زعل أختك على زوجها على راسي أنا. فعلا اللي قال البطن بستان ما كذب. مين بيصدق إنه أبو مالك أخو لبسام؟ يلا الحمد لله من حظ أختي أم مالك. ما شاء الله عليه جوز أختك، إنسان متدين وبيعامل مرته المعاملة الإسلامية الصحيحة. طيب طيب، مدامك جبت سيرتهم وصرنا لابسين لابسين، شو رأيك خلينا نروح نزورهم؟ بس اسمعي، بشرط اوعى تجيبي سيرة بسام وأريج على لسانك. أنا مش ناقصني مشاكلها. وبعدين احكي معهم تليفون، بلاش الجماعة يكونوا مرتبطين كمان ولا عندهم مشوار. مش قلت لك اكيد المدير طلبنا علشان معاملة النهراوي؟ على الله يكون اقتنع انه الغلط مش منا، من الماليين. اقتنع ولا عمره لا يقتنع، المهم انه احنا طالعين برا الموضوع. المهم يا ابو المزن، راحت عليك البارح سهره مع الشله للساعة واحدة. الله لا يشبعك سهرات قد ما بتسهر يا رجل، يا رجل اعقل. بعدين معك
بعدين ما تنساش انك انت عديلي، وما تنسى انه اخوك بكون زوج اختي، وكل ما طق الكوز بالجرة كين قالوا لي صاحبك، صاحبك عمل، صاحبك راح، صاحبك اجا. ايوه ظلك اطلع اسهر وانا بتحاسب عنك. وليش انا قاصر يسألوك عني؟ وليش يسألوك عني اصلا؟ طبعا البارح كنا بدنا نيجي نسهر عندكم، ومرتي صارت تحكي مع مرتك تليفون، وسمعت لي كم من كلمة من تحت راسك، لانه حضرتك تارك البيت وتارك مرتك وطالع تسهر. ارمي من ورا ظهرك يقولوا اللي بدهم اياه. هذول الستات ماخذاته بحالهم مقلب، اصلا ليش مخلوقات؟ عشان متعة الرجل وتلبي طلباته. مزبوط، بس انت كمان لازم تخف شوي، اعقل، اعمل مثلي، خليك وسط. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا ما بتوفي معي، وبعدين مرتي شو اللي بدها اياه غير اصرف عليها والبي لها طلبات بيتها؟ على رايك، مش عارف انا الوحده فيهم ايش بدها اكثر من هيك، بس هذول طماعات. اسمع، اذا بدك تريح راسك لا تعطي الست اكثر من حاجتها، ولا بتتمرد عليك وبصير تقول لك المساواه والحقوق والكلام الفاضي. حبيبي، الست ما لها غير تقعد في بيتها تاكل وتشرب وتلبي طلبات جوزها وبس. ما هو بتعب بالشغل، قلت لحالي خليه يطلع ويسهر ويغير جو مع اصحابه، بس الامور زادت عن حدها، صار يروح وجه الصبح ويتركني بالبيت ولا كأني موجودة، كأني جارية واشتراها بفلوسه. معقول؟ معقول يا قريش كل هذا ومخبيه بقلبك وما بتحكي؟ أنا ما كنتش أتصور إنه يوصل فيه لهالدرجة هاي. جوزي ولازم أصبر عليه، بس الصبر له حدود يا قريش، وإنتي بسكوتك هذا رح يتمادى عليكي أكتر وأكتر من هيك كمان. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ما أنا بقول خليه بلكي رجع عن غلطه لحاله، ما بدي أطلع عن طاعته لا سمح الله. أنت لازم تقعدي وتحكي معه بهدوء يا قريش، أنت سكوتك هذا بتخليه يزيد بالمعصية أكتر، وأنت إنسانة مؤمنة. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم أيوة. يكن له كفوا أحد. خليه هو يقرأ يا بابا، يلا يا بطل. كفوا. 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 كفوا أحد. كفوا أحد. ممتاز، يلا قوم العب مع أختك، خلينا نشرب لنا فنجان قهوة أنا وماما. يسلموا ايديكي وعينيكي. وايديكي حياتي. تسلم. الله لا يحرمني من لسانك الحلو وطلتك علي. بتعرفي يا ربا، انا كل يوم بكتشف فيكي جمال جديد. لا هيك كثير، احنا تعدينا مرحله الحب الغزل. في ناس بيفكروا كلمه حب بين الناس مجرد كلام. رسولنا الحبيب علمنا المحبة، إذا أحب رجل أخاه فليخبره أنه يحبه، فكيف إذا كانت وحدة زي القمر واسمها ربا؟ ربي يخلي لي إياك وما يحرمني منك ويديمك فوق راسي. أنت مش ملاحظة أن أخوي أبو فادي صار له زمان ما زارنا ولا حتى اتصل؟ تعرف معك حق، صدق اشتقنا لهم، بعدين صار لي فترة ما سمعت صوت قريش وسألت عنها مرت أخوي روان، لكن حسيت إنه في إشي مش طبيعي. كيف يعني؟ مش عارفة، بس حاسة إنها عارفة إشي ومخبيته. ليكون أخوي بسام زعلها بشي؟ إن بعض الظن إثم، لكن يمكن. معناته خلينا نزورهم ونطمئن عليهم، أنت هيك شغلتي لي بالي. يا ريت لو تتصلي بقريش وتحكي لها إنه الليلة رايحين نزورهم. حاضر. بشرفه، ولو اني كنت ناوي اطلع. ان شاء الله الاكل عجبك. مش بطال، بس اللحمه يمكن مش مستويه شوي. بدي احكي معك بموضوع. خير ان شاء الله.
انت مش ملاحظ انه من زمان ما قعدت معنا ولا طلعتنا ولا حتى رحنا على الناس؟ شو يعني؟ والمطلوب مني؟ شو؟ كلامي مش واضح؟ لا واضح، بس انت عارفة يا بنت الناس انا ما بحب اروح ازور ناس، كل ما بروح عند ناس بقعدوا يشكولي وانا مش ناقصني. طيب خدنا على منتزه، على مطعم، على حديقة، بس مكان نشم فيه شوية هوا. ما انا طول نهاري بالشغل ما بلحق ارجع ولا انا هلكان. ما هيك بتطلع تسهر مع اصحابك لوجه الصبح. هو بالليل في منتزهات وحدائق. طب يوم عطلتك اخر الاسبوع. انت قلتي لي روان زارتك اليوم؟ ها روان ما إلها دخل، ولا انت خلص بطلت تقدر تشوف انه في لك ست بالبيت وبحاجه لحبك؟ عجبتني هاي بحاجه لحبك، بعد شوي قولي لي بدك عطف وحنان. وليش لا؟ هي الست مين إلها غير جوزها عشان يعطيها العطف والحنان والحب؟ وإذا ما أخذتهم من جوزها من مين بدها تاخذهم؟ ألو؟ أهلين أهلين، هلا يا أخوي، هلا أبو مالك. شو؟ لا والله سلامتها، بسيطة بسيطة، مع السلامة. خير؟ شو في؟ هاي مرت أخوي ثارت عليها القرحة وأخذها على المستشفى عطاها إبرة، وبعتذر إنه يجي علينا الليلة. طيب وين هي هلأ، بالبيت ولا بالمستشفى؟ لا لا روحها على البيت. هيك واجب نزورها. بنشوف. خذي يا حبيبتي هاي الدواء، بالشفاء إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا قلبي وما يحرمني من حنانك. كيف ما بدي أكون حنون وأنت كل حنان الدنيا فيكي. ارتاحي لك شوي، خلينا أقوم أعمل لك صحن شوربة وأتفقد الأولاد. يلا. انت مالك من ساعة ما طلعنا من دار اخوي وانت سرحانة؟ شو قصتك؟ كل ما بشوف اخوك ابو مالك كيف بيعامل مرته ببكي على حالي. طيب طيب روحي اعملي لنا لقمة ناكلها احسن. امشي. حاضر، بس اغير اماني. استني، انت شو قصتك صايرة تشكون كثير؟ وغير هيك تلميحات اخوي مش عاجبتني. أكيد هاي شكواكي صايرة توصل دار أخوي. صدقيني صدقيني إذا ثبت لي إنك مش أنا اللي طلع أسرار بيتها برا وبالذات لبيت أخوك. وإيش معنى؟ إيش معنى بلمح لي قاعد أخوي؟ أكيد عارف إيش هذا اللي همك، بيت أخوك. أما أنا مرتك اللي كاتمة وجعي جواي وساكتة، مش هاممتك ولا سائل عني؟ اسمعي يا بنت الناس اسمع، مش كل ساعة تقعدي تتنططيني وكأني ظالمك. ايش ناقصك انت؟ مصاري معك في البيت، اي اشي بتحتاجيه انت وابنك بجيب لك اياه، ايش اللي ناقصك؟ ناقصني محبة جوزي.
شو طالع؟ ايوه بدك ايش اجيب لك اياه وانا راجع؟ لا سلامتك، بس وين رايح؟ زهقان طلعت مشى. طيب كان قلت لي كان رحت معك ما دام مش رايح عند اصحابك. يا سلام، يعني اذا ما بدي اطلع عند اصحابي لازم تطلعي معي؟ لا طبعا. ولا ايش؟ لازم اطلب الاذن منك كل ما بدي اطلع؟ لا مش قصدي، بس اذا حابب تروح لحالك روح الله يسهل لك، بس يعني بعد اذنك اذا رجعت ولقيتني نايمه انا بكره الصبح بدي ازور قريش. ماشي روحي، بس لا تتاخري. ها حاضر الله معك. طب انت ليش تاخري على الدوام؟ انا اللي بتاخر بالدوام ولا انت؟ انت وين كنت؟ انا عندي شغل ما انت عارفه، وبعدين انت عارفه مرتي بقدرش كل ساعه اطلع. ما انت عارف انه انا كمان عندي شغل ولازم اشوفك دائما. انت إلك حق علي، بس شو اعمل؟ يعني بقدرش كل ساعه اقول لمرتي اني طالع؟ والله طبعا بدها تقول لي كل ساعه وين رايح. ايه مو بصير، وما بصير هذا الحكي كمان. ولا شو اللي بدي شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي يعني؟ ما بعرف شو بدي اعمل. حاضر حاضر مثل ما بدك يا ستي. حاضر خلاص وعد يا ستي. خلاص بوعد. الو بسام. اهلين اهلين، تعال لبيتي بدي اياك ضروري. طيب طيب طيب، هيني جاي بس اوصل صاحب. لا هلا حالا، بس تيجي بحكي لك. مين هذا؟ اخوي ابو مالك الله يستر. يلا الو. اهلين بسام، اخوك ابو مالك؟ لا ما حكيت معه. ليش شو مالك؟ بسام بيسالني اذا حكيت مع اخو ابو مالك، قلت له لا وسكر الخط بوجهي. وليش بيسال؟ ما بعرف، ليكون غلطتي قدام ربا وحكيت لها عن موضوعي انا وبسام. شو يا قريش، شايفيتني بنت صغيره اروح اغلط قدام ربا بهيك موضوع؟ طيب شو الموضوع؟ وابو مالك من وين عرف؟ ليكون بده اياه موضوع تاني. ما بعرف ما بعرف، قلبي صار يغلي مثل النار وانا مش مرتاحه. معك حق وانا كمان. يا رب يا رب استر. الله يستر. انت جايبني هون عشان تعطيني درس في الاخلاق؟ شو القصه؟ انا انسان راشد عاقل، مش مراهق عشان تحاسبني. انا ما بحاسبك، انت اخوي ومن واجبي انصحك، وانا لا يمكن اشوف الغلط واسكت عليه. اي غلط؟ اعطيني سبب واحد يخليك تعمل هيك بزوجتك. الله معطيك زوجه مؤمنه وصالحه وبنت ناس وام لابنك. رب العالمين بيقول وعاشروهن بالمعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استوصوا النساء خيرا. ليش هي شكت لك بإشي؟ من غير ما تشكي، ما هو المكتوب مبين من عنوانه. شو آخرة المحاضرة يعني؟ آخرتها إنك تعرف إنه بنات الناس أمانة في أعناقنا يا أبو فادي، هاي أخلاقنا اللي تربينا عليها. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الله يهدينا ويهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك ايش في؟ لا ما فيش اشي. لا واضح انه في اشي ومبين عليك. ها ايش في؟ مش عارفة، بس حاسة انه اختي ام فادي مش مبسوطة مع جوزها. عاد هذا حالهم من يوم ما تزوجوا، من يوم ما تزوجوا هم هيك، بس سام صعب يتغير. اختك ما إلها الا غير انها تصبر وتوكل امرها لله، وبنطلب من الله سبحانه وتعالى انه يهدي بسام ويرجع لعقله. هذا اللي شاطره فيه، كل ما احكي معاك تقعدي تبكي.
حلفت لك 100 يمين اني ما حكيت مع اخوك وانت مش قادر تصدقني. اعمل بدك اياه. اسمع يا بنت الناس، راح احكي معك على بلاطه. تصرفاتي مش راح اغيرها. عاجبك تعيشي معي اهلا وسهلا، مش عاجبك الباب بفوت جمل. هي اخرتها؟ هذا اللي طلع منك؟ الباب بفوت جمل؟ ما انا بدخلص من هالسيره، مش كل يوم بدي اضل اسمعها. شو قلتي؟ بدي اريح راسي. هذا البيت بيتي وانا لا يمكن اطلع منه. بتعرف لو طلعت منه راح يصير مشكله كبيره كثير، ما راح اطلع من بيتي حتى لو مدت ايدك علي. بتعرف ليش؟ لانك جوزي وابو ابني ولاني بحبك. خلصينا. دلال بدي اشوفك ضروري، بشوفك المنتزه. خلص اعمل اللي بحكي لك عليه وخلص. مع السلامة. مالك؟ ما تشرب القهوة. شو مالك بتطلع فيه كأنك أول مرة بتشوفني؟ بصراحة يا روان أنا خجلان منك ومستحيل. خجلان مني؟ ليش؟ شو عملت عشان تخجل مني؟ طمني، بعد صلاة العصر اليوم حضرت درس دين عن معاملة الزوج والزوجة، واكتشفت بعد هذا الدرس انه انا غلطان. يعني فهمت ان الزوجة مش متعة ولا جارية، الزوجة سكينة، خصوصا اذا كانت انسانة صالحة. طب الحمد لله انك عرفت. طب يلا اشرب القهوة. اسمع يا بسام، اذا جايبني عشان تسمعني مشاكلك انت ومرتك هذا الحكي ما بعنيني. بعدين انت امتى ناوي ان شاء الله تيجي تخطبني من اهلي؟ انت بايش وانا بايش؟ لا يا حبيبي، انا في موضوعنا. اسمع، يا بتروح بتطلق مرتك وبتيجي تخطبني يا بتنسى الموضوع. بهالبساطة بدك تتخلي عني يا دلال؟ ميت عين تبكي ولا عيني تدمع. بعدين ليكون مفكرني مثل مرتك اللي تاركها هي وابنها بالدار وبتروح لها آخر الليل عشان تقولك شبيك لبيك. بسام، وين رايح بسام؟ تبكي ولا عيني تدمع. الله معطيك زوجة مؤمنة وصالحة وبنت ناس وأم لابنك. رب العالمين بيقول وعاشروهن بالمعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استوصوا النساء خيرا. يا بتروح بتطلق مرتك وبتيجي تخطبني يا بتنسى الموضوع. ما راح أطلع من بيتي حتى لو مدت إيدك علي. تعرف ليش؟ لأنك جوزي وأبو ابني ولأني بحبك. أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم.